سيطرت قوات الأمن الخاصة ووحدات عسكرية مسنودة بمسلحي أنصار الله اليوم على منطقة كرش الحدودية بمحافظة لحج والاستراتيجية بالنسبة للجان الشعبية المسنودة بقوات الجيش الموالية للرئيس هدية. منذ الصباح الباكر من هذا اليوم اندلعت جبهة كرش في خط تماس لم يصمد إلا لساعات قليلة. اتعدت الوحدات العسكرية المدعومة بمقاتلين من اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله خلال 4 ساعات أصعب المعطفات. في الواجهة كانت ثمة دبابة وعناصر من المسلحين بسلاح الكلاشينكوف لا أكثر حسب حديثهم. كلاشينكوف فقط لا نملك الا كلاشينكوف. نطلب من الله سبحانه وتعالى ثم من الصبيحي ان يعززنا بدبابات وعربات و23 زي ما دوموا معززين. العدو هو امامنا. هذه هي منطقة الحويمي ومنها انفتحت منطقة كرش على القوات المسنودة باللجان الشعبية لأنصار الله إلى عقان. المواجهات كانت غير متكافئة حتى بدأت مدفعية وحدات الجيش الموالية للرئيس هادي استهداف تقدم الطرف الآخر. مستعدون لهم وعلى أي عدو يتقدم إلينا وعلى أرضنا، وإن شاء الله أننا نتحرر حتى ندخل تحت. التعزيزات العسكرية التي تحركت إلى كرش بعد سقوط منطقة الحويمي الاستراتيجية كانت عبارة عن قوة بشرية ومشاة دون سد ثغرة الاختراق التي أحرزتها قوات أنصار الله، وهي غياب سلاح الدروع كما تحدث العسكر أنفسهم. أعتقد أن الحوثي الذي يملك قوة عسكرية كبيرة ربما يجتاح القلوب إذا لم تسند هذه الجبهات والمقاتلين بسلاح ثقيل، لأن المقاتلين الآن يملكون سلاح خفيف، ولا أعتقد أن هذا السلاح سيكون أو سيقوم باللازم لكون الحوثي يمتلك إلا سلاح ثقيل. النقاط التي نصبتها اللجان الشعبية كثيرة ككثرة المطبات لباعة الزيتون العقاني. أما إذا استمرت قوات الأمن الخاصة في تقدمها الليلة فإن الذي سيبقى في هذه المنطقة هي مطبات باعة الزيتون العقاني. نتائج المعركة في جبهة كرش حتى الآن من ظهيرة اليوم تقدم ملحوظ للقوات القادمة من تعز، وكذلك تعزيزات عسكرية قادمة من منطقة العند إلى ذات الجبهة. محمد النقيب، حصاد السعيدة، منطقة كرش.